الأخ يسأل عن حكم مس المصحف من غير وضوء، وفي ذلك قولا للعلماء. القول الأول التحريم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، رواية واحدة عن الجميع. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، رواية واحدة عن الجميع، يعني ما هناك روايتان عن واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة، بل رواية واحدة عن هؤلاء الأئمة أن هذا حرام مطلقة. وثبت منع ذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص، واستدل هؤلاء بالحديث المشهور في كتاب عمرو بن حزم، وأن لا مس القرآن إلا طاهر، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا ولا مسه إلا المطهرون. وذهب داود بن علي الظاهري وابن حزم إلى أنه لا بأس أن يمس القرآن من لم يكن على وضوء، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول البراءة الأصلية، يقولون بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من ذلك، وكان يحث أمته على قراءة القرآن ويرغبهم فيه، فلو كان المحدث لا يمس المصحف لقال إلا المحدث فلا يمسه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الأمر الثاني يقولون بأن معنى قول الله جل وعلا يمسه المطهرون أي الملائكة، كقول الله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، قد نص على هذا المعنى لمن مالك في موطئه، وهذا قول ابن عباس في معنى هذه الآية. الدليل الثالث عندهم أن حديث لا يمس القرآن للطاهر منكر، وأن الخبر لا يروى إلا مرسلا، فقد خرجه مالك في الموطأ عن أبي بكر مرسلا، ووصله النسائي وغيره من طريق زيد بن أرقم عن الزهري، وزيد بن أرقم متروك الحديث. الأمر الرابع يقول أن الشيء تحتاجه الأمة ولا يستغل عن الصغير ولا الكبير، لا الذكر ولا الأنثى، ويشترك في جميع الخلق فيه، إذا ما بين بيانا عاما فالأصل فيه الحل، لأنه لو كان هذا حراما والناس يحتاجون إليه ولا يستغنون عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك أنه لا يمتنع المحدث من مسه. وهذا من حيث الدليل أقوى، لما هناك دليل على من أربعة سوى ما ذكرنا وهما ضعيفان. ما الدليل الأول؟ يمس القرآن للطائر، فالخبر لا يصح إلا مرسلا والموصول ضعيف. أما الدليل الثاني قوله جل وعلا لا يمس المطهرون، فالمعنى غير صحيح بأن المقصود به المتوضي، إنما المقصود به الملائكة كما قال ذلك ابن عباس، وحتى مالك نص عليه في الموطأ قال غير واحد من الأئمة، ولكن هذا قول أحوط، إنسان يتوضأ احتياطا وخروجا من خلاف العلماء لأنه لا يشق، لكن لو لم يتوضأ ما هناك دليل يمكن نقول به بأنه آثم، لأنه ما هناك دليل واضح في المسألة. أنا أعتقد لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من هذا لا استفاض النقل به، لأن هذا أمر تحتاجه الأمة وأمر كبير ولا يستغني عنه أحد، خاصة أن الحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في قراءة القرآن، حفظ القرآن، مراجعة القرآن، استذكار القرآن، فالأمة تحتاجه، ولا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن غير متوضئ لا يمسه.